كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري اجتمع الثلاثاء بهيلغا شميت من الاتحاد الأوروبي في غرف مغلقة باسطنبول. عقب المباحثات اكتفى الجانبان بالقول إن اجتماعهما انتهى دون تفاصيل، على أن تتضمن المرحلة المقبلة اتصالات بين مسؤولة العلاقات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ومسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي، وذلك للبحث عن قاعدة مشتركة وتنسيق وجهات نظر مجموعة 5+1 وإيران. ورغم الجهود المبذولة ترى باريس أن المباحثات مع إيران لا تحرز تقدما، وفي وقت تنطلق فيه جولة جديدة من المباحثات بين إيران وقوى غربية في اسطنبول حول البرنامج النووي الإيراني، قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم نواب من أعضاء حزب كاديما تهدف إلى تعزيز التأييد في الحكومة لمهاجمة إيران. وتكثر المخاوف من برنامج إيران النووي الذي يرى الغرب أنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.